يبدو بأن مناخ العلاقات بين المغرب والجزائر لم يعد مناخا مريحا بعد اتهام الجزائر للمغرب بقتل 3 من مواطنيها، وهو ما نفاه المغرب قطعا. هذه الحادثة تجيء في وقت تشهد فيه علاقة بين البلدين قطيعة دبلوماسية، وهي حادثة تجيء بعد أيام من قرار جزائري بعدم تجديد عقد خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي الواصل بين الجزائر وإسبانيا عبر الأراضي المغربية. العلاقة بين البلدين الشقيقين والمتجاورين، ورغم الجوامع بينهما، توصف عادة بأنها علاقة متوترة، غير أن التطورات الأخيرة أثارت المخاوف غير المسبوقة، خاصة وأن أجواء العلاقات المغاربية الجزائرية تعيش اليوم في مناخات توتر يخشى أن تقود البلدين إلى مزيد من التصعيد. لطالما كانت العلاقة بين المغرب والجزائر ساخنة تحت رمال هذه الصحراء، فتتابع الأحداث لم يقف عند القطيعة الدبلوماسية، بل بات التساؤل حاضرا بشأن نشوب نزاع مسلح بين البلدين الجارين. ما جرى مؤخرا لم يكن بعيد الوصف عن الشرارات الأولى، فالجزائر اتهمت الجيش المغربي باستخدام أسلحة متطورة في قصف شاحنات تجارية أودت بحياة 3 جزائريين خلال تنقلهم على الخط التجاري مع موريتانيا. أما رد الفعل المغربي كان دبلوماسيا إلى حد ما، وأدان الاتهامات الجزائرية نافيا استهداف المغرب لأي مواطن جزائري، مع الإشارة إلى عدم نية الدخول في حرب مع الجزائر. المغرب يعتمد ويتمسك بأنه يعتمد واحد الاحترام دقيق جدا لمبادئ حسن الجوار. اللافت في الأمر أن بيان الرئاسة الجزائرية لم يحدد موقع القصف، غير أن مطلعين على الحادثة أكدوا أن الجزائريين لقوا حتفهم في منطقة في الصحراء المغربية صاحبة الإرث الطويل من الخلاف بين البلدين. وعلى الصعيد نفسه، ومع استمرار السلطات الجزائرية بالتحقيق في الأمر، نفى الجيش الموريتاني حدوث أي هجوم داخل أراضي البلاد، بالتزامن مع انتشار مقاطع تظهر شاحنات محترقة في منطقة صحراوية دون نشر تفاصيل رسمية تؤكد هوية الشاحنات أو سائقيها. إذن وتحت وطأة التوتر المتصاعد بين الطرفين، لا تخفي الحادثة الأخيرة مخاوف دخول البلدين في اشتباك عسكري، فلكل طرف روايته ولكل رواية تفاصيل، وكل هذا يخفي وراءه خصومة تاريخية بين البلدين الشقيقين تحاول أطراف دولية وعربية احتوائها. إذن للمزيد أرحب بضيفي من إسطنبول الدكتور إدريس ربوح، الكاتب والمحلل السياسي. دكتور إدريس، أهلا بك. بداية، الجزائر أعلنت أن ما وقع من حديث مقتل 3 من مواطنيها أمر لن يمر دون عقاب، واتهمت المغرب المسؤولية عن ذلك. ما الذي يجعل الجزائر متيقنة بما لا يقطع الشك أن المغرب وراء هذا الحادث؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولكل مشاهدي قناة المملكة. الجزائر متيقنة لأنها تملك الأدوات التي تؤكد أن الذي ضرب الشاحنات وأودى بحياة 3 تجار أو سواق شاحنة جزائريين هو الاحتلال المغربي. هو المغرب، عندما نقول جاء بيان الرئاسة الجزائرية ووصف ذلك الاحتلال المغربي، أي هو انطلق من أراضي محتلة وهي أراضي الصحراء الغربية، وهذا المقصود بالاحتلال المغربي. ثم بعد ذلك الجزائر تملك الوسائل التقنية التي تؤكد من أين انطلقت هذا السلاح المتطور، سواء كان صاروخا مباشرا من مركز ثابت أو من طائرة مسيرة. عندما نتحدث على سلاح متطور فأغلب الظن هو سلاح الدرون الذي أطلق الصاروخ ضد الشاحنات، شاحنات المدنيين التجار الذين مروا بالمنطقة عبر المعبر أو الطريق الذي بين الجزائر وموريتانيا، وهو الذي محاذي للأراضي الصحراوية وهي المنطقة المتنازع عليها بين جبهة بوليزاريو والمغرب. وبالتالي الجزائر متأكدة، لا أعتقد أن الرئاسة تصدر بيان بهذا الدقة وبهذه العبارات الدقيقة، ليست لها معطيات دقيقة، علما أن هذا الخبر قد تم تداوله في وسائل إعلام جزائرية وموريتانية قبل إعلان الرئاسة، بمعنى أن الرئاسة جمعت المعطيات اللازمة وبدقة ثم أصدرت هذا البيان المقتضب الذي فيه كل المعطيات والعناصر التي تبين بأنها بنت
هذا القرار وهذا البيان على أسس صحيحة. هذا من جهة. من جهة ثانية هناك دول تملك القدرات، تملك الأقمار الصناعية، تملك الوسائل التي تبين أين انطلقت الصاروخ، وعندما يحين الوقت للتحقيق في هذا الأمر سنجد من له الحق، من له الإمكان للتدليل على أن الصاروخ انطلق من نقطة معينة وضرب نقطة معينة في الأراضي الموريتانية أو في الأراضي. نعم، لكن وزارة الدفاع الموريتانية كانت نفت الثلاثاء الماضي حصول اعتداء عسكري مغربي على قافلة لمدنيين، يعني ما أثار نوع من الشكوك حول هذا الحادث. بعض الجهات ذهبت وحتى ربما اعتبرت أن ربما هذا يعني أزمة مفتعلة تقوم بها الجزائر لتوتير الأجواء مع المغرب. أولا أنا أعتقد أن وزارة الدفاع الموريتانية أوردت نعم الخبر عندما ظهر أول مرة، لكنها لم تكذب الخبر بعد بيان رئاسة الجمهورية. هذه نقطة مهمة جدا، يعني لحد الآن لا نعرف، لا يوجد بيان لوزارة الدفاع الوطني الموريتانية تكذب ما ورد في بيان الرئاسة الجزائرية، أو أنها لا تملك المعطيات أن هذا الأمر وقع في أراضيها. يعني بمعنى هي البيان هي صادقة فيما تقول أنه لم يقع في أراضيها، أو ليس لها القدرات على معرفة ذلك. نعرف أن القدرات الكبيرة موجودة عند الجزائر، الجزائر تملك جيش قوي وإمكانيات هائلة من المراقبة الجوية والمراقبة الفضائية لكل إقليمها، بل كل إقليم شمال إفريقيا، وبالتالي هذا الأمر ربما يتعدى قدرات الجيش الموريتاني، أو أنه كان يعتقد بأن هذا الأمر لا يأخذ هذا المنحى، أو بمعنى الاحتمالات كثيرة واردة. لكن الشيء الثابت أن الجيش الموريتاني لم يعلق على بيان رئاسة الجمهورية، وكان بيانه قبل ذلك عندما وردت هذه المعلومات في وسائل الإعلام الجزائرية والموريتانية. دكتور عبد الفتاح الفاتحي ينضم إلي الآن من الرباط العاصمة المغربية، وهو مدير مركز الصحراء وأفريقيا للدراسات الاستراتيجية. دكتور عبد الفتاح أهلا بك بداية، ما هو الموقف الذي تبناه اليوم المغرب في ظل هذا الاتهام المباشر من الجزائر بما نسب إلى المغرب؟ دكتور عبد الفاتح هل تسمعني؟ طيب سأعود إليك لاحقا، حتى لحين تجهيز على الاتصال يبدو أن الخط الهاتفي قد انفصل. طب دكتور إدريس أعود إليك، ما الذي تبحث اليوم الجزائر من اتخاذ إجراءات بحق ما تعتقد أو هي متيقنة أن المغرب هو المسؤول عما وقع؟ وإن الجزائر هو مسار، نحن الآن نعيش سنة كاملة من التوتر في منطقة شمال إفريقيا، وهذا التوتر بدأ باقتحام القوات المغربية المعبر القرقرات، وهو المعبر الحدودي بين الصحراء الغربية وموريتانيا، بمعنى أن المغرب كسر قواعد الاشتباك الموروثة بوقف إطلاق النار في 91 بعد سنوات من النزاع المسلح بين البوليساريو والمملكة المغربية على إقليم الصحراء الغربية. لكن المغرب اخترق هذه قواعد الاشتباك، وبالتالي تغير الوضع في شمال إفريقيا بعد ذلك نوفمبر 2020 ونحن في نوفمبر 2021. لكن بعد ذلك وهو أهم شيء، وهو أن المغرب استعان بالكيان الصهيوني للقيام بأدوار ضد الجزائر، وهذه الاستعانة تمثلت ما مصلحته في المعلن. دكتور إدريس دعنا نتوقف عند نقطة، ما مصلحته في ذلك لطالما كانت العلاقات متوترة بين المغرب والجزائر؟ نعم كانت متوقعه، لكن الذي دخل كلاعب رئيسي في الموضوع هو الكيان الصهيوني، والذي يؤجر أوضاع بين هذا البلدين الشقيقين. نحن نعتقد أن المغرب الآن لا يملك قراره، المغرب تحول إلى دولة أكثر وظيفية، هو كان وظيفي لكن الآن أصبح أكثر وظيفية، بمعنى عندما يأتي وزير الخارجية الإسرائيلي الصهيوني وفي المغرب ويطلق تصريحات عدوانية تجاه الجزائر، بمعنى المغرب لا يملك قراره ولا يملك أي قدرة على التحكم في من يفرضون عليه الأجندة، بمعنى المغرب يندفع أو يدفع. لكن هل ثبت دكتور إدريس هل ثبت أن المغرب يستهدف أمن الجزائر عبر علاقاته مع إسرائيل؟ نعم مثبتة، وفي هناك محطات للتجسس، وهذه منذ سنوات على مستوى الحدود الجزائرية المغربية، هناك محطات للتجسس بل كشفها المغاربة. انظر فقط إلى شبكات أو مجموعات أنتم
طيب دعني اذهب الان للرباط، ساعود اليك دكتور ادريس. دكتور عبد الفتاح عبد الفاتح الفاتح مدير مركز الصحراء وافريقيا للدراسات الاستراتيجيه، لا ادري كنت تسمع ما كان يقوله ضيفي الدكتور ادريس، لكن الجزائر اليوم تتعهد تتوعد بان ما وقع لن يمر دون عقاب، الموقف للرباط. نعم الآن أعتقد أنه لم يكن هناك يعني رد من رسمي من قبل المملكة المغربية حول هذا الحادث، والمؤكد هو أنه كان من قبل بيان للقوات المسلحة الموريتانية أعلنت بأنه لم يكن هناك قصف على ترابها، مما يعني بأنه قد يكون حادثة الشاحنتين قد حصلت في منطقة العازلة، ومعلوم أن المنطقة العازلة تعلنها جبهة بوليزاريو منطقة حرب، ولذلك التكهنات اليوم أو التساؤلات حول طبيعة وجود هاتين الشاحنتين إذا ما كان فعلا الحادثة صحيحة في منطقة معلنة من قبل حليفة أو صنيعة الجزائر جبهة بوليزاريو في منطقة هي منطقة عسكرية، منطقة متنازع عليها، أعلنت جبهة بوليزاريو بأنها في خرق لوقف إطلاق النار وأنها تقوم بأعمال عدائية عسكرية تجاه المغرب، معلوم أن هذه المنطقة كذلك بها ألغام، إذا التساؤل المطروح هو هل فعلا هاتين الشاحنتين شاحنتين مدنيتين تجاريتين كانت تتواجد بالصدفة في مكان قد يثير الشبهات وقد يكون فعلا هدفا عسكريا يعني مستهدفا من قبل المملكة المغربية في إطار الدفاع عن النفس. يعني أنت أفهم من كلامك دكتور عبد الفاتح أنك لا تستبدع ضمن السيناريوهات التي ذكرتها أن يكون الجيش المغربي في تلك المنطقة أن يكون قد قصف تلك القافلة أو تلك الشاحنتين؟ هذا افتراض وارد جدا في إطار ما سبق وأعلن عنه المغرب بأنه يقوم بالدفاع عن النفس تجاه تحركات تقوم بها جبهة بوليزاريو، لكن كذلك يمكن لجبهة بوليزاريو أن تستهدف هاتين الشاحنتين إذا ما كانت هي نفسها تعلن تقوم بعمليات هجومية، وإذا ما كانت قد أعلنت من قبل بأن هذه المنطقة هي منطقة تشكل ساحة عسكرية تجاه المملكة المغربية، وقد بدأت العمل العسكري منذ نوفمبر الماضي وتصدر بيانات بشكل متوالي بأنها فعلا تستهدف وأنها تحقق تقدما وأنها تقصف مواقع عسكرية آهلة. لذلك اليوم السؤال، هل الجزائر ربما تبحث عن سبب يشرعن تعاونها أو دخولها في عمل عسكري ضد المغرب إلى جانب جبهة بوليزاريو بعدما تأكدت بأن المغرب قد رابح قضية الصحراء واقعا من خلال يعني وجوده الترابي، وكذلك سياسيا بعد القرار الأخير. لكن دكتور يعني هل تعتقد أن قرار الحرب بهذا السهولة، ما المصلحة للجزائر أن تخوض حربا مع جارتها المغرب؟ بإمكان ذلك حله عبر الوسائل السياسية أو عبر وسطاء، ألا تعتقد أن هذه الطريقة ربما قد تكون أفضل من أن تدق طبول أو تقرع طبول الحرب بين الجارتين؟ نعم، الجزائر هي رفضت كل أنواع الوساطة وكل اقتراحات الوساطة، ورفضت اليد الممدودة في حوارات متتالية لجلالة الملك، ورفضت أي إمكانية لإبقاء الحوار السياسي والدبلوماسي، وأغلقت كل إمكانية للتواصل وسحبت سفيرها وأغلقت وقامت بدأت الأمر بحرب اقتصادية من خلال غلق الأجواء أمام الطائرات المغربية، ومن خلال كذلك عدم العمل بأنبوب الغاز المغربي نحو إسبانيا رغم الدعوات الأوروبية والإسبانية. الجزائر اليوم تريد مدخلا أو منفذا على المحيط الأطلسي، وتعتقد ما دام هذه الأرض هي أرض متنازع عليها في عرف القانون الدولي فإمكانها أن تقوم بعمل عسكري ويكون لها يعني مجال ترابي
تمارس سيادتها عنه، وأن المجلس الأمن أو المجتمع الدولي لا يمكنه أن يمارس ضغطا أكثر عليها، طالما أن المغرب تعتقد بأنه يبسط سيادته الترابية ويؤيده المجتمع الدولي. إذن هي الآن تفكر ربما في فرض سياسة الأمر الواقع من خلال تدخل عسكري يتيح لها فضاء ترابيا يمكن أن تنسبه إلى جبهة بوليزاريو، وآنذاك تحقق للجبهة فضاء إقليميا تحظى من خلاله باعتراف دولي أن لها إقليم وسلطة ولها حكومة، وبالتالي الجزائر تصل إلى المحيط الأطلسي. لماذا؟ لأن الأمر أو أن التدخل هذا قد لا يوصف بأنه احتلال لمنطقة ترابية، طالما أن الصحراء هي معلنة في اللجنة الرابعة للأمم المتحدة بأنها منطقة غير متمتعة بالحكم الذاتي. طب دكتور إدريس، يعني أود أن أطرح عليك سؤال، هل يزعج البعض يطرح هذا السؤال، هل يزعج الجزائر الاعترافات المتتالية بمغربية الصحراء من دول عربية أو غربية؟ أولا لا توجد دول غربية تعترف بمغربية الصحراء، وحتى الاعتراف وعز ترامب لم يرقى إلى هذا المستوى، هناك تراجع. أما الدول العربية فهي الدول الحليفة للمغرب، الدول هذا ليس جديد، هذه دول حليفة معروفة أنها من المغرب ومعظمها من ملكيات العربية التي متحالفة مع المغرب منذ سنوات وليس جديدة. لا توجد أي دولة جمهورية تؤيد ذلك، بل كانت هناك دول تؤيد بوليزاريو وتعترف بها كليبيا وسوريا حتى وإن سحبت اعترافها. هذا من جهة. من جهة ثانية هو الضيف المغربي يؤكد بأن القضية هي قضية بعرف أن القانون الدولي هي منطقة متنازع عليها، بمعنى هذا هو التوصيف الحقيقي، توصيف متنازع عليها وحلها في الأمم المتحدة إذا أراد الصحراويين والمغاربة أن يذهبوا للوسائل السلمية. لكن للأسف الآن الوسائل العنيفة والحرب هي القائمة في هذا الإقليم. الجزائر تريد أن تحل هذه القضية، لا تعني هذه القضية. الجزائر هي أكبر بلد إفريقي وعربي مساحة، ويملك جيش وثاني جيش في إفريقيا، في إفريقيا والعالم العربي، وبالتالي له الإمكانيات وله الثروات، ولا يحتاج إلى أراضي جديدة ولا أي منفذ، بل يملك القدرات العسكرية وآخرها سلاح الغواصات، هو السلاح الفريد منه في العالم العربي والجنوب الصحراء وجنوب الضفة الجنوبية للبحر المتوسط رفقة الصهاينة فقط، وبالتالي له القدرة أن يتواجد في المحيط الأطلسي كما شاء، بل له القدرة على ضرب أي مواقع في أوروبا أو إفريقيا أو أي مكان، وهذا تفوق استراتيجي للجزائر. الجزائر الآن تلتزم بتعهداتها تجاه جيرانها، لكن المغرب المشكلة التي جاءت من المغرب والذي وترت الأوضاع هو استعانته بالصهاينة والتجسس على الجزائر، سواء تجسس عبر المحطات الموجودة في الحدود الغربية أو عن طريق برنامج بيكاسيس وهو ثابت، عن طريق وسائل إعلامية مستقلة هو ثابت تورطه. النقطة الثانية هو تورط في دعم حركات انفصالية ولا تدعو الانفصال في الجزائر ويؤويها ويؤيدها، وذلك بسلوك صريح من مسؤول مغربي مثل المغرب في الأمم المتحدة حينما دعا إلى انفصال منطقة من مناطق الجزائر وأكدها أمام في اجتماع الكاريبي بعد ذلك، فهو ضرب للوحدة الوطنية الجزائرية. إذن لم يبقى بين الجزائر والمغرب أي حوار، لهذا حتى الوساطات لا يمكن أن تكون هناك وساطات. الجزائر ضربت في وحدتها الوطنية، ولا أي بلد يقبل أن يضرب في وحدته الوطنية، وبالتالي لا يمكن أن تكون وساطات. ورد يعني إذا كانت كل الطرق مقطوعة سياسيا ولا مجال للحوار والتفاهم على كافة القضايا العالقة ما بين البلدين، ما هو الرد؟ ما هو السبيل إذن؟ الرد سيكون مركب ويكون عسكري وسياسي ودبلوماسي وأمني. عندما نقول عسكري، الذي ضرب الشاحنة الجزائرية سيلقى جزاءه وبالطريقة التي تختارها السلطة الجزائرية وفي الوقت المناسب، وهذا ما يقوله بيان رئاسة الجمهورية الجزائرية في يعني آخر أنت له. الجزائر تتوعد المغرب برد عسكري. دكتور عبد الفاتح من الرباط، كيف ستتلقى ذلك؟ وهذا الأمر ربما لا تخفيه، الجزائر تشعر بأنها تلقت ضربة في توقيت حساس وهي تحتفل ب 67 عاما في الذكرى 67 فيما يتعلق بالاستعمار الفرنسي والأوضاع متوترة مع فرنسا، قد يكون هناك عمل عسكري. الرباط كيف تتابع هذه التطورات القادمة من الجزائر؟
طبعا بكل تأكيد المملكة المغربية تأخذ علما للسلوك الجزائري، ليس فقط منذ إعلانها بأنها قد تقوم برد، ولكن منذ سنوات المملكة المغربية ترى في الجزائر بأنها تتوجه نحو خيارات عسكرية وجر المنطقة إلى حروب، وهذا ما يقوله الضيف بناء على ادعاءات واتهامات زائفة لم تستطع تأكيدها بل ولا أي أحد من المجتمع الدولي سواء عربيا أو إفريقيا أو أوروبيا يؤيدها في هذه الاتهامات أو يصدقها حتى بالأحرى. إذن اليوم الجزائر حينما ترفض أي وساطة التي من أساسها هي تمحيص هذه الادعاءات والعمل على تجاوزها، هي لا تريد فعلا حلا ولكنها تبحث عن سبب وجيه تشرعن بها تدخلا عسكريا ضد المملكة المغربية. عنوانه الأبرز هو الاستيلاء على الصحراء المغربية أساسا، لا توجد هناك أي خلافات عميقة من الاتهامات التي حددها أو تحدث عنها الضيف من أن هناك دعم للحركات الانفصالية. معلوم أن المملكة المغربية دائما موثوق فيها كفاعل دولي وإقليمي وتقدم مساعدات في إطار التعاون القضائي وغيره. لذلك قلت بأن اليوم المملكة المغربية هي تتابع فعلا عن كثب هذه التحركات، وهي فعلا مستعدة في إطار صراع إقليمي قامت به الجزائر منذ سنوات من خلال جبهة بوليزاريو، واليوم بعدما فشلت في استراتيجيتها السياسية على مستوى المجتمع الدولي وكذلك الاتحاد الإفريقي هي تحاول أن تصعد مطالبها أو أسلوبها باعتماد الخيار العسكري. وأعتقد بأن الجزائر كذلك تعاني مشكلات داخلية تحاول أن تصرف النظر عنها باختراق أو اختلاق عدو استراتيجي هو المملكة المغربية، وتربط هذا الحادث بقضية تاريخية من أجل تحشيد الرأي العام الجزائري وكذلك كسر أي روابط أخوية بين الشعبين المغربي والجزائر لتشرعنا عملا جبانا قد تقوم به في المستقبل وقد تندم عليه. أنا أشكرك من الرباط دكتور عبد الفاتح الفاتحي مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الاستراتيجية، كذلك ضيفي من اسطنبول الدكتور إدريس ربوح الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لكما.